الشهادة بوحدانية الله عنه صلى الله عليه وسلم. يجاء بصاحب هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. فيقول: إن لعبدي هذا عهدا، وأنا أحق من وفى بالعهد، أدخلوا عبدي الجنة. وعنه صلى الله عليه وسلم: من قرأها عند نومه فقال: أشهد بما شهد الله، وأستودع الله هذه الشهادة. يقول الله يوم القيامة: إن لعبدي هذا، إلى آخر ما مر. من كتاب التيسير، سورة آل عمران، الآية 12.